خلينا بقى نروح للسيدات. السيدات يعني كان الاسبوع اللي فات ما كانش احسن حل ليهم. المرتبط بتاعنا فاز المباراتين، الفريق الاول خسر المباراتين في المرتبط، لم نوفق. اكيد طبعا كابتن طارق خيري هيعيد حساباته وهيعيد ترتيب البيت. عندنا مباراه مهمه بكره الاثنين، وبالمناسبه هنذاع على شاشه قناه النادي الاهلي مباراه الاهلي والجزيره في السوبر المصري للسيدات كره السله، هتتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. تابعونا على التفاصيل والضيوف الاستوديو التحليلي وميعاد المباراه، كل الكلام ده تابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي هتعرفوا تفاصيلها. طب ايه مباراه بكره دي؟ السنه اللي فاتت السوبر المصري الرجال اتلعب في الاهلي والزمالك، اتلعبوا في البحرين. السيدات بيتلعبوا دلوقتي، هو ده الوقت اللي حددته اتحاد السله. طيب حظوظنا ايه؟ حظوظنا افضل. الجزيره السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، في لاعبات يعني مشوا من نادي الجزيره زي تمارا نادر السيد جت الاهلي، ومش بالقوه اللي كان فيها السنه اللي فاتت الجزيره. فاذا حظوظنا بالورقه والقلم اعلى بكتير، مع احترام طبعا نادي الجزيره، بتكلم فنيا. نادي الجزيره هينزل يلعب من حقه شرعي وحق شرعي انه يفكر في الفوز، وده طموح يعني، ما حدش يزعل، ولكن انا بتكلم فنيا. نادي الاهلي فارق كتير جدا جدا عن نادي الجزيره فنيا. بكره مباراه مهمه عشان الفرقه تستعيد الثقه تاني باذن الله، ومهم كمان عشان فريق عشان انت عندك بعد كده مباريات السوبر المصري، خلاص انت داخل على الجد، وعندك افريقيا. فرقتنا داخله في البال، باسكتبول افريكان ليج هتعمل للسيدات، وسبورتنج داخله وعندك ثلاث اجانب تستعين بيهم، وسبورتنج برضو عنده ثلاث اجانب. فالنهارده سبورتنج اللي هو حامل لقب بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، واحنا قلنا الكلام ده لو تفتكروا 100 مره، سبورتنج السنه دي غير سبورتنج السنه اللي فاتت. الاديشن ده او النسخه دي بتاعه سبورتنج سيدات مختلفه 180 درجه عن السنه اللي فاتت، في خمس لاعبات معاهم جداد، وخلي بالكم حتى الان هاله شعراوي ما لعبتش، فبرضو لما هاله شعراوي معاهم هتلعب هتبقى احسن. فمحتاجه تركيز من البنات، امور بجديه، الامور مش سهله، مش زي السنه اللي فاتت هتلاقي مفيش منافسه. ان شاء الله نحاول. طبعا خلاص راح منا لقب من الالقاب، باقي اربعه، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحافظ عليهم، على الاقل يبقى اربع بطولات. السنه فاتت كان خمسه من خمسه، السنه دي يبقى اربع بطولات ان شاء الله المتبقين نفوز بيهم باذن الله. والجزيره على فكره بتلعب ماتش بكره بصفتها وصيف كاس مصر الموسم اللي فات، طبعا عشان حضرتك تبقوا عارفين وصيف الكاس هو اللي بيلعب السوبر.